هنفضل على وضعنا كده من 94 ساعات هنفضل على وضعنا كده ليه؟ جميع الوزارات والثابت واشتغلوا الا وزاره الزراعه ازاي؟ يعني احنا يقيس كل العقود وعام عندنا عيال عايزين مشروع يعني ما فيش دخل داخل علينا احنا خلاص يقيس منه تبع ايه؟ تبع التسجيل وزاره الزراعه كده جميع المحافظات المنيا والمنيا والناس الغنيه محدش بيسال لسه ما احنا فكره عن الموضوع وخدوا ورايا بس قالوا استنى لما نهدى شويه وعلى اول الجلسات الرسميه بس بعد ما يخلصوا الامور الاولانيه فهماني انا نشوف هيعملوا ايه ناويين على ايه احنا حاطين ناويين ان احنا هنعمل وقفات لو المسابقه دي ما اتنفذتش لنا هنعمل وقفات عند مجلس الشعب وهنستنوا الدينات مع التشرجعيه.